ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات العربية المتحدة بتكون من عدة إمارات، هي نظام الحكم بتاعها اتحادي رئاسي، رئيس الدولة هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم. هي بتتكون من عدة إمارات: إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة رأس الخيمة، إمارة أبو ظبي، عدة إمارات، ولكن العاصمة الرسمية بتاعت الدولة هي أبو ظبي، عاصمتها أبو ظبي. شكراً.